اليوم نحن مع واحد من أنجح الهواتف القابلة للطي في العالم، لما يمثله من أناقة وجودة التصنيع إلى جانب تقنيات متطورة. كل هذا يقدمه لنا العملاق الكوري سامسونج في الإصدار السادس من سامسونج زد فليب. فدعونا نتعرف بالتفصيل على أهم مميزاته ونقاط ضعفه وقوته في هذه الحلقة من رأي رقمي. أهلا بكم. أولا التصميم. من النظرة الأولى لزد فليب 6 نجد أنه يأتي بنفس التصميم الذي ظهر في الإصدار السابق زد فليب 5. الإطار مسطح مصنوع من الألومنيوم مع أركان دائرية لتعزيز راحة اليد مع مسكة محكمة. هذه الخطوط التصميمية أتت أنيقة بسيطة، مما جعل الهاتف يبدو كتحفة فنية تجمع بين الأناقة والتميز، وتتجلى دقة التصنيع في كل زاوية، حيث يتناغم الشكل الفريد للفليب انسجام تام مع تفاصيل التصميم، مما يمنحه هوية فريدة وإطلالة تلفت الأنظار. ونرى أن الكاميرات الخلفية أصبحت أكثر تحديداً وبروزاً، مما زاد من جمالية الهاتف ومنح كاميراته مظهراً أكثر أناقة، إلى جانب أنها أصبحت محاطة بحلقات بنفس لون الهاتف. أما على مستوى الأبعاد فنجد أن طول الهاتف وهو مطوي 8.5 سنتيمتر، أما وهو غير مطوي فنجده 16.5 سنتيمتر، وعرضه 7.19 سنتيمتر، وسمكه وهو مطوي 14.9 مليمتر، وهو غير مطوي 6.9 مليمتر، ويزن الهاتف 187 جراماً. وبهذا يكون الفليب 6 أنحف من الفليب 5. على اليمين نجد زر الطاقة مدمج فيه مستشعر البصمة يعلوه زر التحكم في الصوت. على اليسار نجد منفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتي اتصال فقط، ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي. من أسفل نجد منفذ الشحن تايب سي ومنفذ السماعات الخارجية ومايك المكالمات. من أعلى نجد مايكا إضافيا لعزل الضوضاء. من الأمام نجد أن الشاشة تمثل 85.5% من إجمالي مساحة واجهة الهاتف، مع حواف صغيرة متماثلة بها من المنتصف. من أعلى ثقب صغير للكاميرا الأمامية. من الخلف نجد الشاشة الثانوية يجاورها كاميرتان وفلاش ليد. الهاتف أيضاً يأتي مقاوماً للماء والأتربة بمعيار IP48 لمقاومة رذاذ الماء والأتربة، على عكس الجيل الماضي الذي أتى بمقاومة للماء فقط، مما منح الفليب 6 اعتمادية كبيرة. سيتوفر زد فليب 6 في 7 ألوان: الأسود، النعناعي، الزهري، الأزرق، الفضي، الأبيض والأصفر. ثانياً الشاشة والصوت. دعمت سامسونج هاتفها بشاشة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.7 إنش بجودة الفول اتش دي بلس، بدقة 1080x2640 بيكسل، ومعدل كثافة بيكسلات 426 بيكسل لكل إنش، مع دعمها لمعدل التحديث 120 هرتز، والذي يمكن أن ينخفض إلى 1 هرتز في حالة عدم الحاجة إلى معدل التحديث المرتفع لتوفير الطاقة، إلى جانب دعمها لخاصية الـ HDR10 Plus مع أقصى سطوع يصل 2600 شمعة في ضوء الشمس المباشر لتوفير رؤية واضحة. كما كان لتصغير سامسونج مفصل طي الهاتف تأثير كبير على تقليل ظهور الانحناء في منتصف الشاشة، مما حسن من تجربتنا في استخدام الهاتف بشكل كبير. الشاشة الثانوية تأتي من نوع سوبر أموليد بمساحة 3.4 إنش بجودة 720x748 بيكسل، مع طبقة حماية من نوع غوريلا جلاس فيكس 2. وبالطبع فإن الهاتف يدعم تقنية صوت للستيريو مع تقنية دولبي أتموس وتقنية هاي ريز، مما ساعد على تقديم تجربة صوتية غنية مع صوت مرتفع ونقي. ثالثاً العتاد. يأتي الزد فليب 6 بأحدث معالجات شركة كوالكوم، وهو 8 جين 3 ثماني الأنوية وبدقة تصنيع 4 نانومتر. ويتكون هذا المعالج نواة كورتكس X4 رئيسية بسرعة 3.3 جيجا هيرتز، مع 5 أنوية بسرعة 3.2 جيجا هيرتز لتعزيز الأداء، واثنين من الأنوية بسرعة 2.3 جيجا هيرتز لتعزيز الكفاءة. ويدعم هذا المعالج الذواكر العشوائية من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 24 جيجا بايت رام، وسرعة تصل إلى 4200 ميجا هيرتز. كما يدعم معايير UFS 4.0 في سعة التخزين. أيضا تدعم معايير USB 3.1 من الجيل الثاني في منفذ USB-C. هذا المعالج يأتي مع معالج رسوميات أدرينو 730، والذي يعد أسرع بنسبة 25% وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 25%، وتوفر تتبعاً أفضل للأشعة بنسبة 40% مقارنة مع الجيل الماضي،
وسيتوفر الهاتف في عدة إصدارات. الإصدار الأول 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5 مع 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.1. الإصدار الثاني 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5 مع 512 جيجا بايت ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.1. أداء الهاتف مع مختلف سيناريوهات الحياة اليومية كان رائعاً، أداء مستقر مع سلاسة في الأداء. ومع ببجي فإن الهاتف لم ترتفع درجة حرارته بمعدل عرض إطارات ثابتة، وقد حقق الهاتف على منصة إنتوتو وعلى جيك بنش للنواة الواحدة ولكل الأنوية ما ترونه من أرقام على الشاشة. رابعاً، الواجهة ونظام التشغيل. يعمل فليب 6 على منصة أندرويد 14 مع واجهة تشغيل سامسونج One UI 6.1.1 المعدلة خصيصاً لتتلائم مع هذا النوع من الهواتف، حيث أنها تستفيد تماماً من الشاشة الداخلية الكبيرة في تسهيل عرض محتويات الشاشة من تقسيم أو تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت بشكل سهل وسلس. خامساً، الاتصال. يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، كما يدعم تركيب إي سيم إلى جانب دعمه لشبكات الجيل الخامس. أما من حيث عتاد الاتصال فنجد أن الواي فاي يأتي من الجيل السادس بالترددات الـ A, B, G, N, A, C، كما يدعم الواي فاي ديسبلاي، واي فاي تيرينج، واي فاي دايركت. والبلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2TP-LE، بالإضافة إلى دعمه لميزة الاتصال بالحقل القريب NFC. سادساً، الذكاء الاصطناعي. وبالطبع كان للذكاء الاصطناعي دور كبير في هذا الهاتف على غرار ما وجدناه في نسخة الفولد، فنجد ميزة Live Translate للترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية سواء في صورة ترجمة نصية مكتوبة أو ترجمة صوتية مسموعة، بحيث يجعل ذلك عملية الاتصال أكثر طبيعية بين طرفي الاتصال بغض النظر عن اختلاف اللغة. كما نجد ميزة Interpreter للترجمة الفورية للمحادثات وجها لوجه، حيث تتمثل تلك الميزة في أن الهاتف في وضع نصف الطي، بحيث تصبح إحدى الشاشتين مواجهة لك والأخرى موجهة للشخص الآخر، فيصبح بإمكان كل مستخدم التحدث بلغته الأم وتترجم الميزة ما يقوله للغة الطرف الثاني، وكلاهما يمكنه قراءة الترجمة في الوقت الفعلي على شاشة الهاتف. كما أن هذه الميزة لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت، كما أن هناك ميزة تحويل الرسومات إلى صور عالية الجودة بأساليب متعددة، مما سمح لنا بإخراج الفنان الذي بداخلنا. ويتيح Galaxy AI إمكانية تلخيص التسجيلات الصوتية داخل تطبيق Voice Recorder الخاص بالهاتف، إذ تعتمد الميزة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل التسجيلات المسموعة إلى نصوص مكتوبة، ومن ثم يتم تلخيصها وترجمتها بدقة وبسهولة، شريطة أن تكون التسجيلات أقل من 3 ساعات. ونجد الميزة الرائعة التي ظهرت في هاتف S24 Ultra، وهي ميزة Circle to Search، والتي تسمح للمستخدم القيام بعملية بحث من خلال رسم دائرة على العنصر المطلوب أو الضغط عليه لإجراء عملية بحث بنتائج ذات جودة عالية. سابعاً، الكاميرات. تتكون منظومة التصوير من 3 كاميرات، الأولى للسيلفي وتأتي بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2، والتي لم يطرأ عليها تغيير تقريبا منذ الجيل الرابع، وهو الأمر الصادم لنا. ولكن لا ننسى أن سامسونج عزت ذلك إلى أنه يمكنك استخدام الكاميرا الأساسية في التقاط السيلفي وتسجيل الفيديو دون الحاجة إلى فتح الهاتف. تجربة التصوير بهذه الكاميرا متميزة، وخصوصا عند استخدامها والهاتف في وضع نصف مطوي، حيث يمكنك التقاط الصور باستخدام إشارة من يدك. أما بالنسبة للفيديوهات فهي تستطيع التصوير بدقة 4K بمعدل 60 و30 إطار في الثانية. أما بالنسبة للكاميرتين الأخريين فالأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 وتدعم المثبت البصري الـ OIS. أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. قدم لنا أزد فليب 6 صوراً جيدة مع تفاصيل حادة وذكاء واضح في التعامل مع ظروف الإضاءة المختلفة، وخصوصاً القاسية منها كضوء الشمس الساطع أو القدرة على التعامل مع الظلال في الإضاءة المنخفضة. كما كانت الصور مع تفعيل وضع HDR جيدة فعلاً، ومع وضع سوبر نايت كانت الصور الملتقطة جيدة مع كفاءة في التعامل مع الظلال. ونجد أحد أفضل الاستخدامات لتقنية الطي في وضع تصوير الفيديو، كما لو كان كاميرا تصوير احترافية، والتي مكنتنا من التعامل معها بسهولة مع مسكة محكمة ساعدتنا على تقليل الاهتزازات، وخصوصا مع الحركة السريعة. ثامناً، البطارية.
عالجت سامسونج واحدة من أهم المشاكل التي كانت تجابه مستخدمي هذا الهاتف، وهي صغر حجم البطارية، حيث أصبحت بسعة 4000 ملي أمبير. أي نعم، هي ليست بالزيادة التي كنا نتطلع إليها، ولكن مع دقة بناء المعالج الموفرة للطاقة، فإن الهاتف أصبح لديه القدرة على إدارة طاقة هذه البطارية بشكل كبير، وأبقانا بعيداً عن الشاحن لفترة طويلة. ولكن ما زالت سامسونج مصرة على إبقاء سرعات الشحن دون تطوير، لتظل قدرة الشحن 25 واط فقط، وهو ما لم يعد مقبولاً في هذه الفئة الرائدة من الهواتف. تاسعاً، أعجبنا ولم يعجبنا. أعجبنا: 1- تصغير حجم مفصل طي الهاتف. 2- تطابق شقي الهاتف تماماً عند الطي. 3- مقاوم للماء والأتربة. 4- عتاد قوي وموفر للطاقة. 5- وضع التصوير الليلي. 6- معدل التحديث التكيفي. لم يعجبنا: 1- لا تغيير يذكر في تصميم الهاتف. 2- كاميرا أمامية 10 ميجا بكسل فقط. 3- قدرة شحن 25 واط فقط. 4- علبة الهاتف لا تحتوي على أي من الشاحن أو غطاء حماية الهاتف. 5- ما زال أثر ثني الشاشة واضحاً ومرئياً. أخيراً، رأي رقمي: يعتبر الفليب 6 أحد أفضل وأهم الهواتف القابلة للطي، لما يقدمه من تصميم أنيق مع هوية متفردة، إلى جانب خامات تصنيع جيدة وتقفيل محكم مع عتاد قوي وواجهة تشغيل رائعة. قدمت لنا العديد والعديد من التقنيات، ولكن للأسف ما زلنا نرى أن هناك العديد والعديد من الابتكارات في جعبة سامسونج، ولكن غياب منافس حقيقي لها في هذه الفئة يجعلها تتحرك بتأني شديد في تطوير هواتفها القابلة للطي. شاركونا رأيكم في التعليقات. كان هذا كل ما لدينا عن سامسونج Z Flip 6. لا تنسوا أن تدعمونا باللايك وأن تشتركوا في القناة.